السلام عليكم احبائي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. الحبيبات ديالي كيف القاعده، جبت لكم الجديد، واحد الشوربه اللي هي كيتونيا رائعه صحيه بالدرجه الاولى، واحد الدجاج كنتاكي غزال بطريقه كيتونيه مصحوب بهاد مقدم على هاد الطريقه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي كنشكر جميع اللي انضموا الى القناه ديالنا طاوله الطبخ مع لطيفة وسعيدة، الأخوات، واحدة من المغرب والأخرى في ديال الغربة في إسبانيا، كيقدموا شهيوات جد زوينين ولذاذين وبنانين، والأخص من ذلك هو أنهم صحيين. يلا بلا ما نطول عليكم حبيباتي، إلا بغيتوا الطريقة والمقادير نتاع هاد الشوربة ديال البروكولي والشيفلور والشامبينيون والدجاج كنتاكي كيتوني، ما عليكم إلا تدخلوا وتتابعوا معايا إعداد الوصفة. والآن غادي نمروا إلى مقادير الوصفة ديالنا نتاع اليوم، اللي هي شوربة ديال الخضر. غادي نرفقها بصدر الدجاج متبل بواحد التتبيلة رائعة جدا، وانتم معايا ما تمشيو لين. إذا نمروا إلى المقادير. عندي زلافة ديال الشيفلو ديال البروكولي، عندي كونجلي زلافه مخلطه ديال القرعه الاخضر بالشيفلور، وزلافه ديال الشامبينيون الاخضر لي كونجلي كذلك، ومثال واحد بصله متوسطه، فص من الثوم، وواحد الكنور ونصف، وزيت الزيتون، وهنايا صدر الدجاج شحال ما عندكم نتوما المقدار اللي عندكم في اللي بغيتوا ديروا. بالنسبه للتتبيله ديال صدر الدجاج، عندي هنايا نص معلقه ديال السوداني فلفل الحار، معلقه صغيره هي ديال هذا الحجم هذه ديال الكرات، دقيق الكرات، معلقه صغيره ديال توابل الدجاج، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، نص معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الثوم البودره، ومعلقه صغيره ديال البصل البودره، ومعلقه صغيره ديال السوجا مع جوج معالق صغيرين تاع خل التفاح. اذا غادي اول شيء غادي نبدا به هو تتبيله نتاع السمك. وعندي ازير، واحد العريش ديال الازير هذا عندي في الدار وكنستعملو حيت كنبغيه. اذا غادي نخلط هادشي كامل، نزيد له واحد شويه نتاع الماء باش غادي يتخلط لي مزيان، ونشرمل فيه الدجاج نتاعي ونخليه جانبا حتى سقط الثومه سقط مع الخل. نزيد له شويه الماء، صافي، وغادي نوضعوا فيه قطع الدجاج ديالنا تتبل تشرمل، ونخليوها حتى نبغيو ناكلوها، نقليوه اولا ديروه في الفران في الفور كما بغيتوا ديروا له. انا قطعته هكا شرائح، حيت كيكون كونجلي كيجي ساهل تقطع. غادي نخليه، ما باش كتشوفوا التتبيله ولا لا، ها كيجي متبل غزال البنات. اذا نخليه دابا واحد ثلاثه ديال السوايع، بلا ما طيبناش السوبه ديالنا عاد هو نديروه يتقلى. وغادي تشوفوا الدقيق اللي غادي ندير باش غادي نقليه فيه مع البيض. اذا الان غادي نمروا لطريقه اعداد الشوربه ديالنا. اول شيء غادي ندير زيت الزيتون هنايا في الطنجره، وغادي نرمي فيها البصله، غادي نحط الفص ديال الثوم، هذا
هاد الحكاكه غزاله عمليه اكثر. اذا غادي نخليها تقلى مزيان، غادي ندير لها واحد مقبصه ديال الملحه، الملح ديال الهيمالايا طبعا. المشكله كيتقضى لي ما كنلقى منش المرجه، ما بقاوش كيجيبوه. دابا هنا غادي نعرق البصل ديالي والثوم في الزيت البلديه مع قرصه تاع الملحه، وغادي نرمي فيه لي شامبينيون حيت راهم كونجلي. يلا يدوب لهم داك الثلج. نخليهم يتقلاو مزيان. اعزائي عزيزاتي، غادي نمروا باش نرمي بقيه الخضر. نسيت ما قلت لكمش بان هاد السوبا غادي ما غاديش نطحنها، غادي ناكلها هكداك طروفه. وكذلك مثال غادي عندي بقيش دابا ما قلتها لكمش، دابا غادي نرمي البروكولي ديالي، وغادي نرمي القراع والشيفلور، وغادي نخلي كلشي يتعرق. غادي يتعرق شويه مع هاد البصله والبروكولي حتى تعرق مزيان، عاد غندير لها الكنور وندير لها المطاي. الان غادي نطلعوا على السلطه ديالنا. اذا تعرقت مزيان الخضر ديالنا تلقات شويه، الان غادي ندير لها الكنور وغادي ندير الماء وغادي نخليها طيب. داكشي ما درتش فيها التوابل لان فيها كنور، بالنسبه اللي ما كيعجبوش كنور يدير التوابل اللي بزار سكنجبير العطريه اللي كيفضل. انا كتعجبني بكنور وكنديرها بكنور البنات، واخا غير صحي داكشي وانما الله غالب. كتعجبني كيعجبني المذاق ديالها وكيعطيها واحد البنه رائعه مع القشده. اذا الماء طايب، الماء مغلي، الماء فاتح صافي. وكندير قياسي ديال الماء فوالا اللي غادي يطيب فيه الخضره ديالي. غادي نحاول نمعس شويه ديك الخضر ديالي، راه قريبه طيب. غادي نمعسها شويه لان ما بغيتهاش تبقى كامله. تقرب طبعا عندي لها القشده الطريه وصافي. الان حبيباتي السوبه ديالي طابت، دابا غادي ندير لها غير القشده الطريه وصافي. شوفوا البنات على منظر فيها شحال زوين، اما المذاق والريحه ما نقولكمش عليها. اذا القشده الطريه ديالي هذه شوربه كيتونيه، يعني ماشي خاصه غير بالكيتو، يعني هذه يقدر اي واحد كيدير ريجيم يديرها. غادي نزيد المعلقه الثانيه ديال القشطه ونحرك. دابا ما غاديش نطحنوها باش بس نحرك باش ما تتقطعش ديك القشطه. رائع. وهي السوبه ديالنا جاهزه. الان غادي نمروا باش نوريكم الدقيق اللي غادي نمرمدوا فيه قطع الدجاج ديالنا. عندي هنا جوج بيضات، بيضه غادي نبدا ببيضه ومن بعد الى خاصني نزيد بيضه اخرى. عندي كاس نتاع دقيق اللوز، غادي نحط هنايا نصف تنشوف الا كان خاصني. هنايا كاس ديال زريعه الكتان غادي نحط كذلك مثال نصف حتى الى خاصني. نزيد هنا دقيق اللوز حتى
حتى هو كدير ممكن مثال نصف. هنا بسيليوم، الا عندكم بسيليوم ديروه، ما عندكمش لا داعي. صافي غادي نخلط كل شيء. هاد المذاق ديال هاد الكوكو هذا واللوز كيجي رائع جدا، وكذلك مثال فيه الفوائد، غني بالفوائد لا تخفى عن الجميع. نحاول ما امكن نتفاداو الدقيق الابيض لانه راه مضر للصحه، مع الوقت كيجيب بزاف ديال المشاكل. اذا ناخذ، غادي نخلط البيضه ديالي اللي بديت غير بيضه ثلاثه ديال الابزار، شويه الملحه باش يحيد شويه ديال الزفوريه. تديروا اختيار هذا الخل ممكن ولا الحامض. السوطه ديالنا كطيب، واحد الريحه بديك السوطه رائعه جدا. دابا غادي نمر القطع الدجاج ديالي. اول شيء هنا الدقيق، راه بحال الدقيق كيلصق على الدجاج. نمرو في البيض ونزيد نمرو عاوتاني في الدقيق ديالي. انا اعزائي غادي نمر باش نقلي داك الدجاج. غادي ندير الزيت البلديه، درت واحد شويه ديال الزبده، صافي غادي نحمر فيه داك الدجاج. ملي كيقول راه الزيت البلديه كتولي غير صحيه، راه مكاينش داك الشيء داك الخضار. هو الناس القدامي باش كانوا كياكلوا غير زيت البلديه، نهار ما بقيناش كنستعملوا زيت البلديه ولينا كنمرضوا، كناكلوا الزيوت المهدرجه. انا نفضلها زيت البلديه، واخا يقولوا شنو ما يقولوا فيها، نفضلها بكثير على الزيت الروميه. مابقيتش انا كنشريها نهائيا ديك الزيت البيضاء، زيت المائده ما لا جدوى منها، ما عندها حتى شي منفعه غير المضره. اذا غادي نحط القطع ديال الدجاج ديالي نحمرو هنايا، بغيتو ديروه في الفران ديروه في الفران، أنا بغيت نديرلو هكا باش نحس بيه مقلي. فوالا أعزائي عزيزتي المشاهدات والمشاهدين، وحنا جينا إلى نهاية الفيديو. نختمو معكم بهذا الطبق الشهي جد رائع، اللي كيبهر العين، المضرة ديالو جد جميلة، مجموعة الألوان متنوعة. الشوربه ديالنا ها هي وجدات البنات، قدموها في الغداء اولا في العشاء كما حبيتو. الخضار ديالنا هما باينين، بنينه 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 بنينه، ما نقولكمش الشوربه ديال لي شامبينيون راه كتجي جد رائعه. والدجاج ديالنا ها نتوما البنات، غزال طايب من الداخل، طايب من الداخل ومقرمش، مقرمش مزيان، والمذاق ديالو رائع جدا. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في الكومونتير، ما تبخلوش علينا في الكومونتير، ما تبخلوش بزاف علينا، كتبوا شي كومونتير سواء سلبي ولا ايجابي، غادي يفرحنا بطبيعه الحال. والى هنا نقول لكم مع السلامه.